في الولايات المتحدة أيضا أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس المنتخب جوزيف بايدن سيوقع عددا من القرارات التنفيذية فور تسلمه السلطة، من بينها إلغاء حظر السفر مع عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة والانضمام مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من ولايته. نقلت الصحيفة عن كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة بايدن رون كلاين أن الرئيس المنتخب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل التنقل بين الولايات. كما سيصدر بايدن تعليمات بلم شمل الأسر الذين فصل أطفالهم عنهم على الحدود مع المكسيك.